السلام عليكم. من بعد ما بدنا في نيجيري واصلنا السير صباح اليوم الموالي، والآن في اتجاه مدينة الحاجب وإفران. الرحلة ديالنا كانت وسط الطبيعة، صراحة شيقة ومناظر خلابة، عجبني الحال الحمد لله. الله سبحانه وتعالى أعطانا واحد الهيبة في هذا الكون، وخلقنا سبحان الله الأشجار والطيور باش نستمتعوا بها ونتسنتوا لها تبارك الله. الحمد لله على كل النعم ديالو، الحمد لله على كل حال. كما كتعرفوا كاملين، شحال من واحد كيبغي ينفرد بالنفس ديالو ويستمتع مع هاد الطبيعة الجميلة. فصل الربيع كما كنعرفوا كاملين فصل الخيرات، فصل الاخضرار، فصل الجمال. صراحة تمتعت بهاد الخريجة هذه، لقيت هاد الطفل هذا اللي تا هو من المحبين ديال الدراجة. فين غادي؟ غادي مسخر؟ عندك الشنطة دوز عليها اليمين ولا سير الشنطة. فين كتسكن؟ غير هنا؟ ها؟ واش كتسكن غير هنا؟ قول كتسكن غير هنا؟ عزيز عليك بيكالة انت؟ ها؟ تكفر تولي تسافر؟ ها؟ أدوي انت تدير بحالي هكا؟ هذيك هي داركم ولا مازال بعيدة؟ يا الله سلام. دابا في مدينة الحاجب كانت طنطونة الحرارة، نسخو الهال بحال اللي تقول شهر 6. ثم كلاب الأطلس مازلنا واحد 27 كيلومتر على إفران، ندخلوا لهاد العشية ان شاء الله بإذن الله. نباتوا تما ورد لي نشوفوا البروغرام واش هاني. تيسير الله البلاكة ديال انتباه حيوانات الغابة الغزال. هو غادي تيبيدالي ها انتوما
طبيعة ربيع، طريق فران كلها جمال. يا سلام، جامعة الأخوين، وصلنا لإفران. مدينة إفران مدينة معروفة بالنقاء ديال الجو ديالها، فيها جو طبيعي. يا سلام، تاني بلاصة نيش ديال الناس اللي كتبريباري هكا على حساب لي بطولات العالميين، هذوك اللي كيديروا العدو الريفي ولا كيديروا الساميل، كيجيو يبريباريو هنايا حيت الجو زوين. سبحان الله، وهما كاين بيضر. فين ما مشينا الله يستر. السلام عليكم. إفران المدينة الجميلة. السلام عليكم. مدينة إفران، هذا سنتر فيل، هاد البلاصة هادي كيتواجدو بها السياح في كثرة، في هذاك القطار كما كتشوفو باش كيديبلاصاو بيه في واحد لاتور في المدينة، وأسد الأطلس المعروف عند الجميع المغاربة. وصلنا هاد البلاصة اللي كتبعد على إفران تقريبا بواحد 6 كيلومتر، إن شاء الله غادي نباتو هنا بإذن الله، غنتناول وجبة العشاء. ومن بعد نشوفو داك الساعة نقادو لاطونش ديالنا المسائل ديالنا. هو الطاجين. الواحد هو اللي يسخن شوية. الله، غنقوم بالمبيت هاد الليلة في هاد المكان على نار تدفئة. إن شاء الله نتلاقاو في التراجي الثالث إن شاء الله بإذن الله، ونخليكم على خير وبخير، وانتظروا التراجي الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.